محافظة اسكندرية شهدها على التاريخ من أكثر المدن في حوض البحر المتوسط عرضة وتأثرا بالتغيرات المناخية، لأنها بتمتلك واجهة بحرية على امتداد 60 كيلومتر. بكل تأكيد لأننا دولة علم اهتمينا بالأبحاث والدراسات اللي بتؤكد أن المحافظة بتتعرض بالفعل أو هتتعرض خلال الفترة اللي جاية لتأثر كبير، لكن المهم أنها لن تغرق. عايزين بس نأكد على النقطة دي، وطبعا هنتكلم عن المشروعات اللي عملتها المحافظة خلال الفترة اللي فاتت للحد من تأثير التغيرات المناخية وللتكيف مع التغيرات المناخية. مع سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. سيادة اللواء أهلا بك يا فندم، منورنا في صباح مصر. سعيد بوجودي معاكم في مدينة شرم. يا أهلا بحضرتك. مؤشرات كتير أدركتها الدولة كويس والوزارات المعنية بالتعاون مع المحافظات بأن محافظة اسكندرية في خطر، لكن طبيعة هذا الخطر، حجم هذا الخطر قد إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني الأول أتوجه بالشكر للقيادة السياسية والدولة المصرية على المجهود الرائع اللي بذل في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذا الحدث العالمي على مستوى العالم كله. ثانيا خليني أتكلم على مستوى اسكندرية وأقول أن مدينة الاسكندرية إحدى المدن الهامة جدا المعرضة للمخاطر نتيجة التغيرات المناخية، وصنفتها العديد من الأبحاث العالمية أنها المدينة رقم 5 على مستوى العالم المعرضة للغرق نتيجة التغيرات المناخية على مدار السنوات الماضية. طيب خلينا نشوف، هل اسكندرية بمنأى عن هذا الأمر؟ هل الدولة بالكامل بمنأى أو بعيدة عن هذا الأمر؟ لا، خليني أقول لك أن الدولة بتتابع باهتمام كبير منذ سنوات طويلة موضوع التغيرات المناخية، وخليني أقول لك أن على مدار العشر سنين الأخيرة كان اهتمام عالي جدا من جانب الدولة والقيادة السياسية بموضوع تعرض اسكندرية للتغيرات المناخية. خليني أتكلم في الأول، أقول التغيرات المناخية اللي ظهرت ملامحها واضحة على مدينة اسكندرية ويمكن كان أكثرها عام 2015 عندما زادت الأمطار بكميات كبيرة جدا وأدت إلى غرق المدينة وغرق الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة، وده كان جرس الإنذار المهم جدا اللي بدأ يوضع في الاعتبار، ولم يتكرر هذا الحدث مرة أخرى نتيجة جهود الدولة في التعامل مع التغيرات المناخية. التغيرات المناخية أدت إلى مجموعة من الأعراض اللي حدثت، أولها زيادة درجات الحرارة بشكل غير عادي في الصيف، زيادة درجة البرودة في شهر الشتاء، زيادة كميات الأمطار بشكل غير عادي، وتغير مواعيد النواه كمان. تغيرت مواعيد النواه اللي كانت ثابته على مدار 100 سنه سابقه. طب الرياح والعواصف زادت حدتها، ارتفاع الامواج بشكل غير عادي زاد. كل دي اعراض نتيجه التغيرات المناخيه يلاحظها المواطن البسيط العادي اللي بيمشي في شارع اسكندريه. خليني اقول لك اثرت سعادتك نقطه مهمه جدا، وهي احنا بنعمل ايه عشان نتكيف وعشان نقاوم التغيرات المناخية وبنتكلف قد ايه. خليني اقول لك البداية كانت ان احنا وزارة الري وحماية الشواطئ كيف نحمي شواطئ مدينة الاسكندرية من التآكل ومن النحر ومن الاعراض اللي حصلت نتيجة التغيرات المناخية، وده كان بداية على مدار الثلاث سنين اللي فاتت عدد 8 مشروعات كبرى وضخمة جدا، بدأت بمشروع تأمين القلعة والعديد من الشواطئ في مدينة اسكندرية، وهي 8 مشروعات كلفت الدولة 1,660,000,000 جنيه. هل هذا يكفي؟ لا، لسه الدولة بتبذل جهود غير عادية. عندنا 3 مشاريع أخرى هنبدأ فيهم خلال الفترة القادمة. 3 مشاريع دول بمقدار 1,950,000,000 جنيه، يعني 2 مليار جنيه تقريبا للثلاث مشروعات. طب هل المشروعات اللي تمت ليها مشروعات الحماية البحرية؟ كل مشروعات بنعمل فيها وتعملها حماية الشواطئ للحفاظ على شواطئ مدينة الاسكندرية من التآكل.
عشان المياه لا تطغى على شواطئ اسكندريه وكورنيش اسكندريه. مشروع حمايه القلعه ده مشروع غايه في الاهميه، لان احنا بنهتم بشكل كبير جدا بالحفاظ على هويه القلعه. المشروع هيكون شكله عامل ازاي؟ عشان احنا في تساؤلات كتيره، الناس خايفه يكون في اي بلوكات خرسانيه فتكون ظاهره قدام القلعه فتؤثر على هويه القلعه وشكلها التاريخي. لا، خليني اقول لك، احنا دايما في التعامل مع الاثار والتراث بنتعامل من خلال خبراء ومختصين. اولا القلعه من الداخل لم تمس، ولكن من الخارج تم احاطتها بحجاره كبيره جدا، حجاره ضخمه بشكلها المثلث او شكل بنجمه، وبموضوعه بترتيب وشكل معين حطها المختصين للحفاظ على القلعه والحفاظ على تراثيه القلعه. ممكن اكون معاك في ان الشكل العام من الخارج مش جميل، ولكن احنا لازم نبقى عارفين ان كم الحجاره اللي بشكل النجمه ده هيبقى غاطس تحت الماء خلال فتره معينه ويحمي القلعه من بالكامل من تحت ومن اعلى. طيب هل الكورنيش نفسه في برضه اعمال الحمايه؟ جميع الكورنيش بطول 16 كيلو ونص بنعمل فيه اعمال حمايه، ولكن مش كل الكورنيش بالكامل مره واحده. الاجزاء اللي هي معرضه للخطر ومعرضه للنحر ومعرضه للتاكل هي اللي بنامنها دلوقتي. عظيم. مع الوزير كان في مطالبات مجتمعيه بادراج ملف التحذير من غرق الاسكندريه في كوب 27. ايه الاجنده بتاعت المحافظه في كوب 27؟ لا، خليني اقول لك، احنا مدرجين بالفعل في كل الادوات الاعمار العالميه وكل المنصات اللي بتتابع التغيرات المناخيه. خليني اقول لك، انا كنت مع البنك الاوروبي منذ شهر تقريبا في النمسا فيينا، وكنا بنناقش التغيرات المناخيه، وكان من اهم الموضوعات اللي بنتناقش فيها محافظة الإسكندرية. خليني أقول لك النهاردة، يمكن بعد هذا اللقاء إحنا عندنا لقاء هام جدا مع معهد علوم البحار، ثم يليه لقاء مع البنك الدولي. كل ده لأن إدراج إسكندرية مدرجة على خريطة المدن المعرضة للخطر والمدن التي يجب على العالم كله حمايتها من الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. وإحنا بنتكلم عن المياه والأمن المائي، إحنا عارفين محافظة اسكندرية ليها ثلاث حدود بحرية، لكن بكل تأكيد مياه الأمطار مهمة برضو، فهل عندنا أي خطة في المحافظة لاستغلال مياه الأمطار؟ خلينا أقول لك، في أمر هام جدا بتقوم عليه محافظة الاسكندرية، كان الحقيقة بتوجيه من فخامة الرئيس، وبعد سقوط الأمطار العام الماضي بكم غير عادي، يعني لو قلت لك العام الماضي كان 96 مليون متر مكعب، وهو أكثر من عام 2015 اللي كان فيه 78 مليون متر مكعب. طبعا كان لابد من وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية. هذا الأمر هام جدا، لأن احنا عملنا من خلال بيت الخبرة ومن خلال جامعة إسكندرية مشروع ضخم جدا اسمه الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار. هذا المشروع الضخم عبارة عن مجموعة مراحل. المرحلة الأولى عبارة عن 9 مشروعات، احنا انتهينا من 3 مشروعات في 3 شهور. طيب انا مش عاوز اتكلم في تفصيلات هذا الامر لان الحديث فيها طويل جدا و هيحتاج تفصيلات، لكن خليني اقول لك في النهاية من خلال هذا المشروع الضخم احنا زي ما أمر سيادة الرئيس بنحافظ على كل نقطة مية بتنزل علينا من كميات الأمطار، وكميات الأمطار اللي نازلة دي كلها بدل ما بتروح البحر، لأ إحنا هنستفيد منها وتحويلها للدلتا الجديدة للاستفادة منها في التجمعات الزراعية والصناعية والتجارية والسكنية، بحيث إحنا عندنا مصر بنعاني من شح مائي وفقر مائي حالياً، ونصيب الفرد تقريبا من 400 ل 500 متر مكعب، المفروض الوضع الطبيعي ان يبقى 1000 او 1200 متر مكعب، فاحنا بنعاني من شح مائي. طب ازاي نحافظ على كميات المياه اللي بتنزل علينا نتيجه التغيرات المناخيه ونحافظ عليها بالشكل اللي هو ايه، نستفيد منها دون ان تؤدي الى غرق المدينه ودون ان تؤدي الى تعطل الحركه المروريه؟ هو ده اللي الدوله بتعمل جاهده عليه وبدانا فيه بالفعل، و
انتهينا من ثلاث مشروعات يوم 1/11 وهنبدأ في المشروعات الأخرى الضخمة. خلينا أقول لك إن كل التكلفة الضخمة دي وهذه المليارات من الخزانة المصرية، رغم إنها نتيجة تغيرات مناخية، ورغم إن انبعاثات الكربونية والحرارية من محافظة الإسكندرية على مستوى العالم لم تتجاوز 24%، ولكنها متأثرة بشكل كبير. أخيرا يا سيادة المحافظ، ارتفاع منسوب البحار بيؤثر بشكل كبير جدا على ملوحة التربة في الأراضي الزراعية المجاورة لهذه البحار، ازاي بنعمل على حماية القطاع الزراعي وحماية الأراضي الزراعية في محافظة اسكندرية والتنسيق ما بين المحافظة ووزارة الزراعة ووزارة الموارد البيئية؟ خليني أقول لك نقطة البداية للحفاظ على زراعتنا بالكامل، إن اللي احنا بنعمله أو بتعمله حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري لتأمين شواطئ مدينة الإسكندرية بالكامل من ارتفاع منسوب المياه. خليني أقول لك المواطن بيفكر إزاي، يقول لك ارتفاع منسوب المياه يعني المياه هترتفع لفوق لغاية ما تعدي الكورنيش. خلي بالك احنا الرياح الضخمة والقوية جدا اللي بتنزل على البحر وبتؤدي إلى ارتفاع الأمواج، الأمواج دي كلها بتضرب في أسوار الكورنيش ثم بتغطي كورنيش اسكندرية سواء الحارة الإبلية أو الحارة البحرية، وده المياه دي كلها بتبقى مختلطة بكميات كبيرة جدا من الرمال فتؤدي إلى سدد مواسير الصرف الصحي ومواسير المياه وتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. صحيح. إحنا هناك العديد من الأبحاث العالمية اللي بتقول إن المياه سترتفع إلى أن تصل إلى الكورنيش، وفي الأبحاث الأخرى اللي بتقول لا مش هتصل إلى هذا المستوى، ولكن خليني أقول لك منذ عام 1944 ومصر بتدرس زيادة منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط، ولدينا زيادة سنوية بقدر معين بتزداد خلال الأعوام الأخيرة بشكل تدريجي وبشكل غير عادي، يخلينا لازم نخاف جداً ولازم نحافظ على مدينة الإسكندرية. سيادة اللواء محمد الشريف محافظ إسكندرية، شكرا جزيلا لك يا فندم.